سياسة الدعم الحالية هربت المستثمرين. أمر آخر أيضا، سياسة الدعم أو المواد المدعمة هي اللي دائما كل مناسبة كل سنة عرضة للاضطراب. مرة يصير لنا مشكل في ندرة ولا في سوء توزيع ولا في خلل توزيع تاع الحليب، مرة زيت، مرة سكر. الزيت الأسابيع اللي ماضية لأنها مثقفة معناها مدعمة. العام اللي فات إلى الذكر كانت عندنا أزمة تاع السميد. العام اللي قبله سنوات مقبل مرة ثانية السكر، مرة كذا. إذن أغلب المواد اللي راهي في كل مناسبة نهاية السنة ولا في رمضان ولا في مناسبات من المناسبات تعرض ولا يشهدها ولا تعرف اضطراب في التوزيع هي المواد المدعمة. لذلك الآن احنا كجمعية وطنية مهنية للتجار والمستثمرين والحرفيين حان الوقت لنجدد الطلب، يجب الإسراع في تغيير طريقة الدعم. عوض أن نعتمد على دعم المنتوج اللي عنده نتائج كارثية وسلبيات كثيرة، لابد أن نذهب إلى دعم المواطن مباشرةً.